أصدقائي طلاب الصف الثامن، مرحبا. هلأ رح نبدأ بيونت 3 وعنوانها The Kitchen، وهلأ رح تشوفوا شغلات تجوعكم وتشهيكم على الأكل. هاد عم بيساوي بقى هلأ كل الحركات يلي هلأ رح نسمعها اللي بتساويها الأم بالمطبخ. Listen 1. This is Listen 1. Read the adjectives below about food, drinks. اقرأ الصفات adjectives صفات بالأسفل عن الأطعمة والمشاريب. Complete the table about your choices. أكمل الجدول حول خياراتك. طيب. سور حامض. Spicy حد. Sweet حلو. ميلكي مضاف له حليب، حليبي يعني. سولتي مالح. تيستي مذاق لذيذ أو طيب. جريسي دهني يعني دسم كتير دهني. بيتر مر. هلأ هون شو العلاقة؟ حاطين شوكولا مرة قليلة حلو يعني. نشوف التابل اللي هون. هلا هون في انواع اكل او شغلات لا مو انواع اكل، شوفوا لنشوف شو. وهون بالنسبه لك وبالنسبه لرفيقك مي ماي فريند، نحن بدنا ناخذ الصفات الموجوده فوق وبنشوف شو لازم نساوي. عم بيقولوا لنا لان يكملوا الجدول. The food you are crazy about يعني الاكل اللي انت بيجننك قد ما بتحبه. فبالنسبة لك كاتب سبايسي مثل أدنى كباب، يعني الكباب اللي من مدينة أدنى وحد، فهذا الأكل ما فيك تقاومه. أما رفيقك سويت حلوة مثل أبل باي، هي فطيرة التفاح. هلا هدول راح تكملهم أنت على حسب ما أنت بتحب وحسب ما رفيقك. The food you like بتحط هون نوع أكل أنت بتحبه وشو رفيقك كمان بحب، بدك تسأله. أنا ما بعرف لا أنت شو بتحب ولا رفيقك شو بيحب. The food you can't stand، الأكل اللي لا يمكن تقاومه. شو هي الأكل اللي ما ممكن تقاومه؟ The drink you prefer، المشروب اللي أنت بتفضله. هل هو مثلا fruit juice؟ هل هو صودا؟ هل هو ليمونيد؟ كمان your friend. The food you are in the mood for now، الأكل اللي هلأ أنت مشتهي هلأ جاي عبالك. شو هي الوجبة اللي جاي عبالك؟ حط هون شوف شو بدك تاكل. The food that is unhealthy، الأكل الغير صحي يعني الجنك فود، يعني هذا الأكل الجاهز والشيبس وإلى آخره. The food you never eat، وجبة أكل أو طعام أنت بعمرك ما أكلته ولا بتقبل تاكله ولا ممكن تاكله سميه هون. The food you eat every day، أكل أنت بتاكله كل يوم يعني بتحبه وبتفضله. The drink that is healthy، مشروب أنت صحي، مشروب صحي بدك تسميه هون ورفيقك كمان بده يسمي مشروب صحي. هلأ Complete the table with your friend's choice، أكمل الجدول باختيار صديقك. Then talk about them with the class، بعد ما تكمله بتحكي عنه قدام الصف أنت ورفيقك. خلي سمى رفيقك علي. أوكي. وهذا أنت. I am crazy about spicy food like أدنى كباب. طبعا ليش هي إجيت؟ لأنه هون بالجدول حطونا مثال هون وهون على الفرود اللي انت كريزي اباوت مجنون فيه يعني، فحطوا بس هذا المثال. انت بدك كل اللي حطيتهم تعملهم على مبدأ المثال. اما رفيقك شو قال؟ كريزي اباوت سويت فود لايك ابل باي، ما هيك قال؟ انه هو مجنون بمحبته للابل باي. سوري اباوت ذا نويز فروم ذا ستريت، في ضجيج بالشارع شوي، معلش نتحمل لأني البيت على الشارع، أنا ما فيني أوقف الشارع. Listen to. Study the following words related to cooking.
ادرس الكلمات التالية المتعلقة بالطبخ. هل هدول كنت تحفظوهم؟ بالمعنى فراي ألي يقلي ألي دايس هي مربعات أو مكعبات. حتى المكعبات تبع الطاولة يلي بيلعبوا فيها الرجال بنسميهم دايس. فهي لما بدك تقطع أنت أي شيء بنقول دايس. سلايز شرائح. ماش مهروس مثل البطاطا هي المهروسة. أي شيء بدنا نهرسه بنسميه ماش. بيل تقشير. تشوب تقطيع. بويل غلي يغلي يسلق. بيك يخبز. اوكي لحقوهم بالكتابه. ناو نمبر 2 تيك ذا ويز يور بيرنتس يوزلي دو فور كوكينج ذا فود ميلز ان ذا تيبل. عم بيقول حطوا اشاره صح على الطرق اللي اهلك والدينك عاده يستخدموها للطبخ بالنسبه للاكل والوجبات على الطاولة. Then share your answers with your friends. وشارك إجاباتك مع أصدقائك. Follow the example. واتبع المثال. خليني أقول المثال بالأول بعدين أرجع لهون. Example. مثال. My father usually dices. بيعمل مكعبات. Slices. شرائح. Peels. يقشر. Or chop. When he makes a toast. وقت اللي بيساوي التوست اللي هو الخبز المحمص. اوكي my mother usually fries تقلي or boils او تسلق the eggs البيض. اذا تتذكروا التشوب اللي هو تقطيع التقشير المربعات الشرائح هي كلياتها استخدمها للتوست. فانا فيني هلا احط هون على الدايس للتوست سلايس تشوب كمان. بس خلينا هلا نحط عليهم الاشارات مع بعض على السريع. ناخذ القلم والاشاره ونحطهم. ناخذ التوست. التوست انه بيصير دايس بيصير سلايس بيصير مثلا قطع تقطيع تشوب. بس نجي للإيجز بصير فراي مقلي بصير مثلا سلايس بيتقطع شرائح بينهرس. إذا بتكون تعملوا لا البيض البيض لا تقشير بس إذا مسلوق تقشير بالسكينة طبعا. بويل مسلوق بصير سوسيجز فراي بصير مقلي دايسز مكعبات بصير سلايسز بلاها ماش ما بصير بيل ما بصير شوب بصير قطع. بس الميت بصير فراي بصير مكعبات بصير سلايسز بصير ناعمة مو لهد بتصير ناعمة كمان. تقشير لا شوب لا تقطيع لا مسلوق ايه تشيكن بصير مقلي بصير مثلا مسلوق بصير ما لا سوري هي مقشر انا بدي مسلوق بويلد. بوتيتوز مقليه فراي بتصير دايسز بتصير سلايسز بتصير ماش بتسلقوها وبتهرسوها. تقشير البطاطا بتصير قطع مقشره مسلوقه. باستا باستا بويلد الباستا مسلوقه وبتصير بالفرن كمان. الكيك بالفرن. اوكي هيك بيكون خلصنا وخلينا نسكره. Lesson 3 Tick the things you can make or cook. هلا بدكم تعملوا تيك على الاشياء اللي بتقدروا تصنعوها او تطبخوها. What else can you make cook share with a class. بوب كورن اللي هو البوشار. بيتزا ساندويش الديلات الفظوع ساندويش. توست
باستا هامبرجر كيك آيس كريم أومليت عجة، هدول كلهم واضحين ما ترجمتهم. بودينج كمان هي مثل ما هي البودينج بتضل بودينج. فشو الشغلات اللي بدها طبخ، شو الشغلات اللي بدها صناعة؟ الهامبرجر طبخ، أوكي رح أحط عليها أصفر، بس الأصفر طبخ. مثلا الكيك تنعمل بالطبخ، أما الصناعة مثل الآيس كريم مثل البادينج. طيب خلينا نساوي البوب كورن، بتتساوى بالطبخ. حط أصفر بس على اللي بدي أطبخه. بيتزا طبخ، باستا ساندويش تعملوها ميك ساندويش، أما كوك باستا كوك همبرجر كوك توست مثلا. طيب وهكذا. وبرجع بقلكن انه هدول مو ثابتين، لانه انت شو بتقدر تساوي، لانه you can make or cook، شو بتحسن تحضر. هلا انا حطيت بوب كورن سهلة، بيتزا باستا همبرجر سهلة، ممكن تتساوى، لا ما بتقدر تساوي يحذفها. فهذا تابع لك شو بتقدر تطبخ انت، بتحط عليها تيكل. ما بتقدر خلاص انت ما بتقدر. ساندويش سهلة بتتساوى، توست بتقدر تساويها، بتجيبها وبتحمصها. مثلا اومليت عجة بتقدر تساويها. اوكي هيك يعني اظن. ناو نمبر 2، لوك ات ذا انجريدينتس. انجريدينتس مقادير، ليست بيلو، which ones are not probably ingredients، اي وحده ما انا مقادير. needed for a mango cake recipe، اي وحده ما لها علاقه ب بكيك المانجو، المانجا يعني، اي وحده. انا بدي بس المانجا اعلمها، تعلمت الكل، رح نعلم بس المانجو، مانجو كيك. فاي وحده ما بتدخل بمقادير المانجو رح نعمل. هلأ tick the related ones، بنحط عليها صح، وcross the unrelated one، ونحذف اللي ما مرتبطة. then read the text below and check your answers. طيب نحن خلينا نشوف أول شيء التكست اللي تحت، ومنشوف اللي ما له علاقة بالمانجو. هلأ هون ما له علاقة، هذا خيار ما له علاقة. first put the eggs، هاي بيض، sugar سكر، baking powder خميرة، and oil into a bowl and mix them، حطوهم كلهم بزبدية واخلطوهم. اذا انا هون في عندي الايج، رح حط عليها الاصفر بس اللي بدي اياه، وفي عندي سكر، وين السكر، هاي السكر، وbaking powder، where is baking powder this، هدول صح، الاصفر صح. Second, add flour and mix again. ضيف الطحين ومرة تانية خلط. هاي الطحين. فأنا بدي كل هدول الأصفر ها على فكرة. Next, dice mango. اعملوا المانجو مربعات أو مكعبات مثل ما قلت لكم. قطعوهن مربعات. Add the mango pieces into the mixture and satire the mixture. وأضيف قطع المانجو وخلطوه على الخلاط، وخلطوهم كلياتهم مع بعضهم. طيب وين المانجو؟ هاي two pieces of mangoes. Then spread some oil into the cake. رشوا بعض الزيت على الكيك. Into the cake pan and pour the mixture into it. بالطواية. وبعدين خلطوهم كلياتهم. إذن الأويل حاطين إياها. After that, bake it for about 45 to 50 minutes. في عنا هون، في عنا شي دقايق، 2 gram meat, pieces of paper, 3 pieces of paper. طيب هي هلأ بدنا نحطهم بالفرن، نخبزهم لخمسين دقيقة، ما أنا موجودة شايفتانا. أخيرا finally turn the cake upside down. قلبوا الكيك على upside down after 10 minutes، بعد 10 دقائق يعني قلبوه. slice it، قطعوه، and serve warm، وقدموه دافي. enjoy your cake. إذن أنا شو اللي ما بدي إياه؟ هدول وهي وهي.
هدول اللي ما بدي اياهم، والباقي كلهم اوكي الاصفر. نمبر 3، read the steps of making mango cake again and write the numbers of the steps on the photos. عم بيقولوا لك اقرا الخطوات لصناعه كعكه المانجو المانجا، واكتب الارقام ارقام الخطوات على الصور. نحن اول شيء شو حطينا؟ هي نمبر 1. بعدين رح ناخذ قلم مشان نكتب نمبر 2، هاي البيض والفلور، وبعدين حطينا هون الفلور، ما هيك؟ فكروا معي، حطينا الطحين وقطع المانجو نمبر 3، حطيناهم بالطوائق بالآلة بالبان نمبر 4، حطيناهم بالفرن نمبر 5، يلا 5، وبعدين قطعناهم قدمناهم دافيين. تمام تمام هذا listening رح اترك لكم اياه. listen to the description of making handmade ice cream. هلا هاي بدك يعلموكم طريقه صناعه ايس كريم الفريز، تسمعون وتطبقون مع التيتشر. وهذا listening كمان، search how we can prepare bread. هلا بدك تبحث، هي رقم 6، تبحث عن كيفيه تحضير الخبز prepare bread. Then describe or make a presentation. صف أو عمل مداخلة عن طريقة تحضير. How to prepare. We prepare bread. Use the words like first, second, next, then, after, that, finally. ثم استخدم أولا، ثانيا، بعد ذلك، ثم، after that، بعد ذلك أيضا، إلى آخره أخيرا. And also use photos to make your presentation interesting. واستخدم صور لتجعل عرضك التقديمي ممتعا. هلا كمان قلت لكم هذا listening، رجعتكم على البيتزا مشان تشتهوا عليها، بس انا رقمت لكم اياها بدون ما نسمع، لانه سهله وانا بساويها كتير طيبها على فكره. فهي الارقام هون، اول شيء بتحضروا الانجريدينتس، بعدين بتفرموا الجبنه، هاي سلايسز، oil, this is the sauce، بعدين baking، هذا الفلور والعجين الى اخره. هاي الصور تحطوها بالفرن. وهلا هيك بخليكم تقولوا للماما تقوم تعملكم بيتزا، وبقولكم انا باي باي، صحه وهنا على البيتزا. وبتعملوا بحث على الانترنت شلون بيتساوى الخبز، شلون بتبدوا فيه من الطحين لحتى تطلعوه من الفرن. وصحتين، باي باي، منكمل بعدين. إلى اللقاء.